نتابع العروض المقدمة من الشركات العراقية والعربية وكذلك الأجنبية. خليكم. سبب مشاركتنا في المعرض هو تشهير المنتجات التركية مع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات العراقية ومع الدولة أيضا، حيث عدنا بعض المناقصات وبعض المشاريع راح نقوم فيها إن شاء الله قريبا لطلاء المعادن وطلاء المواد الألمنيوم، إضافة إلى كون المعرض ناجح جدا جدا، يعني بحيث أن الشركات التركية جددت عقودها للسنة القادمة في المشاركة، لأن كانت مشاركة ناجحة جدا. اليوم احنا متواجدين في أرض معرض بغداد الدولي على مود ننقل رسالة للعالم الآخر أن العراق بلد مصنع وبلد منتج وبلد مصدر، وليس الفترة الزمنية اللي عاش بها العراق تعتمد على الاستيراد، إنما هناك أكو انفتاح كبير في الصناعة العراقية، وهذا ما يدل على تنمية الانتاج المحلي وتطوير سوق العمل العراقي. في النهاية أنا وأنت وكل الناس تعرف أن الصناعة العراقية هي أكثر جودة وأفضل كواليتي، وهذا الشيء كله جيد. اليوم إحنا محتاجين إنتاج عراقي رائد في سوق العمل، وهذا دليل على أنه هناك صناعات وطنية بحتة ويد عامل عراقية بحتة، وهذا ما يدل جودة المنتج المحلي ينافس المستقبل. عبارة القسم كان تأسيس من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب توجيهات السيد رئيس الوزراء بدعم المرأة العراقية من ضمن العاملة وغير عاملة. تم أخذ هذا البث مجانا من قبل معالي الوزير التجارة أثير داود الغريري لدعم المرأة العراقية بالأعمال اليدوية والحرفية، وهي كلها أمامكم كلها أعمال يدوية وحرفية بحتة، يعني يدوية من قبل النساء العاملات وغير العاملات. ومن فضل الله خير وبركة، معرض بغداد دولي جيد وحلو جميل، وحي الله اللي يجي بيه. الدول العربية هواي مشاركة، شلون شفت؟ والله إقبال جيد يعني كان، ودورة 47 معرض بغداد دولي، إن شاء الله يعني نتمنى الأكثر والأكثر والأكثر إن شاء الله.